شكرا يا نادي والله. على ايه يا حبيبي؟ بس انت مش طبيعية يا نادي، في حاجة؟ لا مفيش. قولي انت ايه رأيك في كلمة نزوة؟ نزوة؟ اشمعنى؟ يعني عمري ما سألتك السؤال ده قبل كده. بتآمن بكلمة نزوة؟ مفهوم نزوة بالنسبة لي ان انا ما قدرتش اكون ملتزم، مشيت ورا احساسي وسبت نفسي، ودي حاجة ممكن تلخبط حياتي وتخرب بيتي، واي حد معرض ان يحصل له كده. وانت؟ وانا لو سبت نفسي ممكن يحصل لي كده. وانت تفتكر لو عملت كده انا ممكن اعيش معاك يوم واحد؟ وانت تفتكر وانت معايا هفكر ولا ارغب في اي حد او حاجه تانية؟ ما قلتليش الستات اللي عندك في المكتب شكلهم ايه؟ حلوين، وحشين، قصيرين، طوال؟ كلهم كده ايه؟ حلوين كده شبه رفعت السايس. فيش ولا واحدة فيهم حلوة؟ حلو لنفسه والوحش لنفسه. هما بالنسبة لي كلهم موظفين، ستات ورجالة. اوكي. لا بس انت في حاجة. مفيش. فعلا؟ طب ايه؟ مش هنحتفل بقى؟ نام يا حسن، عندك شغل بدري بكرة بدل ما يخصمولك. لا خلاص، أنا دلوقتي اللي بقيت بخصم. أنا هتنامي؟ هل كان والله؟ صباح على خير. صباح على خير. Hmm.